السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة سوغ كيزاكو.com. غنشوف في الحصة ديال اليوم واحد لا نوسيون جديدة في لونغاج سي اللي هي لا نوسيون ديال لي طابلو. كيفاش كنديكلاري ان طابلو ان لونغاج سي؟ ان طابلو كيكون بحال هاد الشكل، يكونوا فيه دي كاس يعني خانات، وكل خانة كتكون فيها واحد القيمة. دابا الا بغيت نديكلاري ان طابلو اش كندير؟ اول حاجة كنكتب لو تيب ديالو، ياك واش اونتي غيال ولا في دي شين دو كاركتير اتسيتيرا، دي تيب لي معروفين. وكندير لو نو ديال لا طابل ديال بحال هوك، وكنحل هاد لو سامبول هذا معقوفة، كنحلو معقوفة بحال هوك. وهنا كنكتب لا طاي ديال لو طابلو، بحال مثلا في ليكزومبل اللي حدانا لا طاي هي 5، ولا طابل سميتها طاب مثلا يكونوا فيها دي زونتش، يعني اذا نقدر نقول لها انت لو نون دو لا طابل سميتها طاب فيها 5 لي فالور. هذه هي لا ديكلاراسيون، لا ديكلاراسيون دان طابل. هذه دابا كما في الشكل عندنا اون طابل فيد. دابا لا طاب بغيت نحط فيها دي فالور، نقدر في الانيسياليزاسيون نعطي نحط لي فالور، في الديكلاراسيون ديالي نحط لي فالور. كي غندير ليها غندير ليه مثلا نخليو هذاك الطابل نيت اللي عندنا، هاد لاطاب نيت اللي عندنا شتا هذا نحطو الفوق هنا، هذا نكومونتي حتى هو. وهنا كندير تساوي، كنحل اللامة ديالي وكنكتب العناصر. مثلا عندي هنا 5 خصني نكتب 5 العناصر، حدي دي زونتي يعني خصني ندخل دي زونتي. يقدر يتعاود يقدر ما يتعاودش. اوكي ها هما دابا الطابلو ديالي ولا عامر بالقيم 1 5 3 2 5. دابا انا بغيت نجبد هذا العنصر هذا، كي غندير ليا كندير لو نون د لا طابل، كنحل المعقوفه وكنبدا. دابا هنا كل عدد عنده سكون ابيل لانديس ديالو او لا الرتبه ديالو. مثلا الواحد هنا الرتبه ديالو 0، الرتب كيبداو من 0، الرتبه 0، الرتبه 1، الرتبه 2، الرتبه 3، الرتبه 3 والرتبه 4. يعني انا الا بغيت هاد العدد 5 خصني نقول ليه الرتبه رقم 1. نديرو ماشي بالينا، نديرو واحد برينت اف ماشي بالنا في لا كونسول، نقول ليه طاب ان ايغال، ندير هنا بورسونتاج دي ونكتب هنا طاب ان، نحل معقوفه نكتب 1 وندير بوان فيرغول. حيد عليا هذا، هنا ندير بوان فيرغول ديالي حتى كانستركسيون خصها تسري بوان فيرغول. جو بيلد هادشي، كدير بيلد كتسنى يكومبيلي هادشي، كيسالي كدير ران شاوا اني طاب دو ان ايكال 5. اوكي هادي هي الانيسياليزاسيون بحال هكا كنانيسيو اون طاب. دابا مثلا الا ما عنديش لا طاي ديال لا طابل وجيت كتبت ليه طاب وعطيت هنا ان مع ان انونتي مثلا، ياك بديكلاري ان طابل اللي ما عندوش لا طاي. لا طاي زعما هي لو نون دو فاريابل، واحد لا فاريابل اللي سميتو ان، وديجا ما تعطيتها 5. دابا هادي سي با اون بون ديكلاراسيون، هذا خطا. علاش؟ لانه هو ملي كيبغي يكري لا طابل خصو كيمشي لا ميموار ديالو كيريزيرفي ليه ليسباس. دابا انت ملي كدير ليه ان اللي هو فاريابل ما كيعرفش ليسباس اللي غيريزيرفي ليه، فهمتي؟ في هاد الحالة ما كدوش بحال هادي، ما كيأكسبتيهاش ليكم. هذا ستانيرو اللي تقدر دير هو بغيتي كتحاول تيستيمي لو ماكس، ياك بحال مثلا انا لو ماكس عندي هو 100 كندير 100 طاب ديال 100 وكنخدم غير بداكشي اللي بغيت. في حصص اخرى غنشوفو كيفاش نتعاملو مع هاد المشكل، حيت ضروري يكون عندو حل، مايمكنش حتى هذا ترقيعة الى حد ما. غنشوفو في حصص اخرى كاين درس سميتو لي بوانتور، ما نشوفو فيه كيفاش تقدر ديكلاري ان طابل ديناميكمون، كيفاش تقدر تلعب في الميموار، تمشي تعطيك ميموار ديريكسيومون وتلعب فيها. اوكي معلومه ثالثه اللي نقدر نضيف لكم هو ان انا بغيت نموديفي لا فالور ديال شي مثلا 5، بغيت نبدل ندير بلاصه 4، سهله كندير طاب ديال ان ونعطيها 4.
انا نعاود نقول لي افيشي ليا شا طب ديال الان كتعطي 4، كتقول لي هادي برد لي 4. يعني ملي نجي نافيشي لي لا طابل هيا يقول لي طاب ديال الان ولات هي 4. اوكي نديرو هنا بغيت افيشي تو لي زيليمون ديال لا طابل، بغيت افيشي الاعداد كلها من واحد حتى من واحد حتى الخمسة الاخرى. ندير بوك الفور سهلة معنا، ندير من واحد ديفيني واحد الانت اي هنا غيبدا من زيرو، اي اصغر من خمسة اللي هي لا طاي ديال لا طابل، اي بلس بلس. وغنجي هنا نقول ليه برينت اف بورسونتاج تي، ندير اسباس وندير فيرغول. هنا غندير فيرغول وندير طاب ديال اي، اي اللي كتبقى تحرك من صفر حتى ربع، حيت قلنا هنا عندك من صفر حتى ربع. خمسة راه هو لا طاي، دابا طاب خمسة راه ما كايناش، الا كتبت لي قلت لي عطيني طاب ديال خمسة راه يقول لي ما كايناش. نديرو مثال باش تاكدوا منها، انا نقول هنا عطيني طاب ديال خمسة، ياك كومونتي هادشي ترجعوا ليه قول لي كتب لي طاي ديال خمسة، حيد هادي تاهي نخليها لا طابل. ندير لي بيلد اندران شي كيعطيني واحد العدد لا علاقة. هذا هو مشى لاكاز ميموار اللي تابع للطابل وجبد القيمة اللي فيها، لقى فيها هاد لافالور حطها ليا، هو راه ماشي هاد لافالور اللي بغيت انايا. اوكي اصلا ما كايناش طاب خمسة، دونك فيت اتونسيون لهاد لوكا هذا. نرجعو لافيشاج، لافيشاج ديالنا نحيد هادي ونقول هنا افيشي ليا لا طابل كامل. دونك جو بيل اي جو ران، ها هو كي افيشي لا طاب ديالي واحد خمسة تلاتة جوج خمسة. كنا قلنا قبيلة ان طاب ديال خمسة طاب ديال واحد كتساوي ربعة، ياك قلنا بدلو القيمة ديالها. نشوفو نيت واش كتبدل القيمة ديالها بالمثال ديالنا هنا، ندير بيلد اند ران شي، ها هي القيمة هادي ولات ربعة. اوكي